نور، هلا بيك. منع الانتصاب في محيط مقام بزمع البلوي، في العادة تكون المكان ذي الطريق ذي حافل بالمنتصبين ومكتظ بالناس اللي تجي تشري المعروضات من الخزف والبلور والأثاث المنزلي وغيرها من الأواني والتجهيزات والملابس الجاهزة. اليوم نشوفوا في إجراءات استثنائية أمنيا، وصدر قرار من بلدية القيروان بمنع الانتصاب المحيطة بزمع البلوي. أيضا سمعنا تصريح لوالي القيروان على الحياة فهم حول دوافع ودواعي منع الانتصاب في طريق هذا بمحيط مقام أبي زمع البلوي والطرقات المحادية له والمؤدية له. نشوفوا في تعزيزات وتحذيرات أمنية كبيرة، ربما انتظارات لزيارة رسمية لأحد المسؤولين الرسميين. وهنا نشوفوا الحركة عادية ما بعد مفترق برشي السيل. بداية توافد الزوار على مدينة القيروان المشاركة في الاحتفالات، نشوفوا سفرات ورحلات جماعية إلى القيروان.